تم تنظيم حملة أمنية اليوم تحت إشراف سيد مدير إقليم سوسة بمرجع نظر منطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية، تشمل بالتحديد مركز الأمن الوطني بأكودة ومرجع نفوذ مركز الأمن الوطني بحمام سوسة ومرجع نفوذ مركز الأمن الوطني بسهلول الغربي. لحد الآن أسفرت الحملة بمشاركة فرقة الشرطة العدلية، فرقة الطريق العمومي، فرقة شرطة النجدة، فرقة الأمن السياحي، وحدات طريق عمومي، فرقة وحدات تعزيز من النظام العام فوج سوسة. أسفرت الحملة حاليا إلى حد الآن عن إيقاف أكثر من 12 عنصر مفتش عنه في قضايا تهم الأمن العام، وحجز كمية هامة من المشروبات الكحولية، وحجز عدد هام من الدراجات النارية بدون وثائق، بالإضافة إلى حجز قطاع من مادة القنب الهندي وبندقية صيد بدون رخصة. والحملة لحد الآن ما زالت متواصلة، ونمدوكم بالنتائج الأخرى في الإبان إن شاء الله.